السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مشاريع زراعية. اليوم إن شاء الله بصور لكم فيديو عن الماعز الحجازي. طبعا الماعز الحجازي أهم ما يميزه إنه الأذن الطويل، والألوان في منها ألوان مختلفة. يعني شوف كيف الشكل بتاعه جميل ما شاء الله. ده طبعا مهجن، يعني ما كله بيور، في بس عنده الفحل ده بيور، الفحل اللي هنا. طبعا الماعز كله ماعز عارضي، يعني ماشيين في تهجين للحجازي. شوف الفحل هنا كيف، طبعا ما شاء الله يعني اسعاره عاليه جدا. الماعز الحجازي المعروف السلاله بتاعته من السلالات الغاليه وعليها مزادات واسعاره عاليه جدا. لكن طبعا لازم يكون الصنف يعني مسجل بسجل ومعروف، يعني المعروف الاب والام، معروف التاريخ بتاع الميلاد، يعني يكون التفاصيل بتاع السجل الصحي بتاعه يكون معروف. بعد كده بيخش المزادات وبيجيب أسعار عالية جدا جدا، يعني بيختلف من أنواع الماعز الثانية. طبعا التهجين الحين شغال مع الماعز العارضي اللي هو اللون الأبيض هذا. ما شاء الله يعني الماعز اصلا الخصوبه بتاعته عاليه، يعني بيولد توأم، الانتاج فيه ما شاء الله ممتاز. طبعا التغذيه بنستخدم الشعير والمركز والادبان والجت المجفف. طبعا الدجاج موجود مع الماعز، طبعا برضو ممتاز خالص لانه بينظف كل الطفيليات من حول الماعز. دي طبعا برضو كيكيات، هعمل عنهم فيديو منفصل. يعني دي الاثنين حوامل ومعاهم فحل موجودين هنا. شوف كيف طبل الأذن فيهم خاصة في الفحل، وشوف شكل الخشم والطول بتاع الأذن والطول عامة والارتفاع بتاع الفحل. يعني الفحل عمره ما كبير، عمره صغير. شوف كيف المواصفات بتاعته ما شاء الله ممتاز.
هنا عندنا برضو فحل من سلالات اللحم اللي هو ده، انا عامل عنه طبعا فيديوهات. ده طبعا الاصل جنوب افريقيا السلالة بتاعته. ماعز البوير او البور، ديل طبعا مهمين قلنا مع الماعز او مع الضان عامة. هنا طبعا البقية بتاعت الماعز برضو حنصورها لكم. هلا غريب طبعا ما موجود منه كميات في الكويت، هنا ممكن يكون واحد او اثنين هنا في الكويت حيتم به التهجين. برضو ما شاء الله ممتاز خالص. طبعا معروف البوير من سلالات اللحم، يعني انا عندي عنه اثنين فيديو. ده هنا باقي الماعز العارضي. ده كده طبعا كامل الفيديو بتاعنا عن الماعز الحجازي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو في اي استفسارات خلوا لي في التعليقات. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم، وشكرا جزيلا.